بسم الله. حكينا في الفيديو الماضي عن الديزاين اكويشنز للـ CSTR والـ PFR والـ PPR والـ Batch. بس مراجعة سريعة لهم. الـ Batch هو DNA على DFT يساوي Rate of Reaction times الـ Volume، وبنتعامل مع Unsteady State. CSTR V يساوي FA0 minus F of A على الـ minus RA، بتعامل مع steady state و well mixed. ال PFR DFA على D of volume يساوي ال rate of reaction steady state، وال PPR DFA على ال D weight لل catalyst يساوي RA prime كمان steady state. هاي المعادلات هي أصول، أنا بقدر أعمل لهم modification، راح نعرف كيف طبعا في chapter 2. فمثلا بالنسبة للباتش، DNA تساوي rate of reaction times the volume times the D of T، بكامل من NA0 إلى N of A، بكامل من 0 إلى T. بلاحظ أنه التايم يساوي integration NA0 إلى N of A إلى DNA على rate of reaction times the volume. بقدر طبعا أعوض قيمة N of A اللي هي عبارة عن concentration times the volume، ومنها بكامل بالنسبة لل concentration مش ل N of A، فهو نفس الشيء. في حالة كان في عندي BFR أو PPR، فإحنا نتكلم عن BFA تساوي rate of reaction times BV من 0 إلى volume، من FA0 إلى F of A، ومنها فإن ال volume يساوي integration FA0 إلى F of A DFA على rate of reaction. نفس الإشي بقدر أعوض قيمة ال concentration وأكامل بالنسبة لل C of A مش F of A. راح نفهمهم أكثر لما نحل الأسئلة إن شاء الله. خلينا ناخذ إكزامبل من الكتاب. Example 1.3 موجود في Edition 3. Edition 4 رقم Example 1.1 بحكي لي the first order reaction minus RA يساوي KCA carried out in tubular reactor in which the volumetric flow rate is constant، يعني ال V يساوي ال V0. المطلوب determine the reactor volume that need to reduce the exit concentration اللي هو C out، رح أعمل reduce لغاية 10% من ال inlet concentration اللي هو Cn. when the volumetric flow rate معطيني إياه قيمته 10 decimeter cube per minute، الوحدات كثير مهمة في حل السؤال. and the reaction rate constant اللي هو ال K تساوي 0.23 per minute. تمام، بداية أي سؤال عشان أحله في أشياء لازم أعرفها. أول إشي هو نوع الرياكتور، أعرف هو PFR، CSTR، Batch، أنا مع إيش بتعامل. الإشي الثاني المهم ولازم أعرفه هو الـ Rate of Reaction، هل هو Zero Order، First، Second. والإشي الثالث هو المعطيات اللي معي في السؤال، زي Molar Flow Rate، Volumetric Flow Rate، Volume، Time، Conversion. فلو جيت أنا أشوف إيش معي Initial، أنا معي الفوليومتريك فلو ريت قيمته ال V نوت يساوي ال V 10 ديسيمتر كيوب بير مينت، لأنه حكى لي كونستانت، فال V نوت هو نفسه ال V، يعني ال N يساوي ال out. تمام، قيمة ال K تساوي 0.23 لكل مينت، وقيمة ال C out اللي هي C of A تساوي 10% من ال C N 0.1 C A نوت. هاي المعطيات اللي معي. عرفت انه انا الرياكتور اللي معي هو PFR، فاول خطوة بعملها بكتب design equation لإله، فبحكي DFA على DV تساوي rate of reaction. تمام، الخطوة الثانية بعوض قيمة rate of reaction في design equation، فرح تصير عندي DFA على DV تساوي minus K C of A. تمام،
احنا بنعرف انه البي اف ار هو الكونسنتريشن عفوا في البي اف ار بيتغير مش ثابت، فقيمة الاف اوف اي هون راح اعوضها اللي هي عبارة عن الكونسنتريشن تايمز الفوليومتريك فلو ريت. ليش؟ لأن عندي الكونسنتريشن بيتغير مش كونستنت، فراح يضل الفوليومتريك فلو ريت كونستنت بيطلع برا طبعا على دي في تساوي ماينس كي في السي اي، منها الفي دي سي اي بقسم على سي اي تساوي ماينس كي في الدي في. هاي الخطوات بعملها بدون ما أعرف أنا أصلا إيش المطلوب مني، يعني لازم أصلا أعملها في أي سؤال بحله. أنا بعرف إن المطلوب هو الفوليوم بكامل من 0 إلى V من CA0 إلى C of A. قبل شوي حكيت إنه هاي لما كانت F of A كاملت من FA0 إلى FA، هون في عندي CA بكامل من CA0 إلى CA. هاي تكاملها لن CA حدود تكامل من CA0 إلى C of A تساوي minus K على volumetric flow rate times تكاملها بعطيني الفوليوم. المطلوب هو قيمة الفوليوم كم؟ الفوليومتريك فلو ريت معي قيمته 10، الكي قيمته 0.23، بعوض حدود التكامل هون راح تعطيني لن سي اي ماينس لن سي اي نوت. فبتصير المعادلة كالآتي، لن سي اي ماينس لن سي اي نوت بعد ما عوضت حدود التكامل تساوي ماينس كي على ال في تايمز الفوليوم. الفوليوم يساوي هاي بتصير قسمة، فبتصير لن سي اي على سي اي نوت مضروبة في الماينس في على كي. تمام، بس أنا ما بعرف قيمة السي اي نوت أو السي اي، بس هو أعطاني إنه السي اي تساوي بوينت ون من السي اي نوت، فإذا الفوليوم يساوي لن بوينت ون سي اي نوت على سي اي نوت ضرب الماينس في على كي. فالفوليوم يساوي لن بوينت ون مضروب في ماينس 10 على بوينت تو ثري، بعطيني قيمة الفوليوم بالديسيمتر كيوب. هاي هي. لو طلب مني اني اعمل سكتش للكونسنتريشن بروفايل، فانا بعرف انه هون السي اي وهون الفوليوم. لو حكينا سي اي نوت فهاي القيمة فعليا بتقل مع الفوليوم لغاية ما اوصل فوليوم محدد في 1 وكونسنتريشن معين. في حال عملت السكتش للاوت او للبرودكت، فبلاحظ ان قيمة البرودكت مع الفوليوم بتزيد لغاية ما اوصل لفوليوم معين كونسنتريشن معين. هيك بنكون خلصنا تشابتر 1. ان شاء الله الفيديو الجاي راح نبلش نحل البروبلمز مع التشابتر. الاكزامبل ما فيش غير الاكزامبل على تشابتر 1 غير 1.3 هو الاكزامبل الوحيد. يعطيكم العافيه.